بحذر وقلق شديدين تابع خليجيين تحركات العاصفه الشهيره الى بحر العرب. اعصار شاهين ان هذه الحاله تعتبر من الحالات النادره جدا. مثل ما عودكم أقدم مقاطع سياحية في سلطنة عمان، لكن اليوم راح أتكلم عن شيء غير، عن إعصار شاهين أنه دمر كل شيء. ولكن حرصنا على متابعة ما حدث أولاً بأول، وقلوبنا تلهج بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يحفظ بلادنا وأبنائها والمقيمين على أرضنا. نفدي بحب تراك والروح فيك تجول. عمان الشعب قاطبة أياد ترفع العلم، وكل دعائهم يا رب وحد فيهم الكلمة. وقد كشفت لنا الأيام الماضية عن ملحمة وطنية سطرها أبناء عمان الأوفياء،